الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدين متابعين الكرام أينما كنتم تتواصلوا بحضراتكم الانطلاقات والتحديات على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا اليوم يوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير لعام 2023 في هذا الكرنفال الكبير في هذا المهرجان الكبير مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. انطلق على بركة من الله وتوفيقه شوطنا 11 والخاص بسن الحيل من مسافة 8 كيلو مترات. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي يتابع من تحتل المركز الأول. محنا يا بن ساري هنا تتقدم مع علي بن سيف بن مصبح بن ساري الاكتبي مقدم لنا محنا على مستوى المركز الأول. المركز الثاني يتابع الانطلاق والحضور والقدوم من شعار أبناء معيذر لينطلق في هذه اللحظات حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مقدم لنا اللؤلؤة على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات إلى ثاني المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من قبل الغزيل لينطلق في هذه الأثناء محمد بن ناصر بن سيف النعيمي مقدم لنا الغزيل لتتسلل بدورها إلى أول الأسماء. الدور دور المركز الرابع لأتابع الحضور لأتابع الانطلاق في هذه اللحظات على مستوى رابع الأسماء تتقدم طرب لأحمد بن مبارك بن قران المنصوري مقدم لنا طرب على المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس لأجد الحاضرة لأرحب بالحاضرة والواصلة والمنطلقة مفنودة أحمد بن سعيد بن عامر النيادي مقدم لنا مفنودة على مستوى خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى للخمسة المراكز المتقدمة الباحثة عن هذا الانتصار الباحثة عن هذه الجائزة الثمينة السيارة النقدية التي تنتظر خلف خط النهاية. هنالك أسماء قادمة وحاضرة في هذا الشوط. العودة يا متابعينا إلى مقدمة الأسماء إلى مقدمة الشوط إلى من تقود المسيرة الغزيل 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 هي من تقود الأسماء. ينطلق محمد بن ناصر بن سيف النعيمي مقدم لنا الغزيل على المركز الأول يقدم لنا شعار بانطلاقة الغزيل من بدأت تتغزل هنا وتعشق هذا المكان المرموق تتغزل بالصدارة تتغزل بالمركز الأول. انطلقت الغزيل على أول الأسماء. المركز الثاني محنا يا بن ساري القادمة والحاضرة بشعار علي بن سيف بن مصبح بن ساري الاكتبي مقدم لنا محنا على المركز الثاني. المركز الثالث الحاضرة اللؤلؤة هي القادمة والواصلة تتقدم اللؤلؤة بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مقدم لنا اللؤلؤة وانطلاقتها وتحركاتها وشعارها العريق شعارها الخطير الذي دائما ما يشكل الخطر في كل ميدان في كل مهرجان أينما يحط الرحال. هذا الشعار يعلم بتواجده الكبير في كل المهرجانات والميادين.
الميادين المركز الرابع، أتابع الحضور والقدوم، القدوم من مفنودة، مفنودة هي الحاضرة، مفنودة يا حميد يا بن سعيد يا النيادي مقدم لنا مفنودة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أجد الحاضرة والواصلة سهرة 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 سهرة، محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي مقدم لنا سهرة على المركز الخامس. سهرة وياهي من سهرة، سهرة وياهي من سهرة يا المحرمي، من يقدم لنا شعار على المركز الخامس. غيرت وانطلقت إلى رابع الأسماء، هكذا هو النداء، هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى، للخمسة المراكز المنطلقة والباحثة عن هذا الانتصار. العود أعود 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 ليتغزل بالغزيل في هذا المنظر الجميل، في هذا المنظر الخلاب، في هذه الأجواء الغائمة، في هذه الأجواء الصاخبة، الأجواء التي ما تسبق. يا اليوم، اليوم الأخير، الله يا الغزيل، الله الله يا الغزيل، الله الغزيل على المركز الأول. من تقود الأسماء يقدمها النعيمي، يقدمها النعيمي محمد بن ناصر بن سيف النعيمي، مقدم لنا الغزيل على المركز الأول. المركز الثاني أتابع القادمة سهرة، الواصلة سهرة في هذه اللحظات، محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي مقدم لنا سهرة على المركز، على المركز الثاني. المركز الثالث اللؤلؤة، اللؤلؤة هي الحاضرة، اللؤلؤة هي من تحضر وتتقدم على المركز الثالث. يتقدم في هذا اللحظات حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، مقدم لنا اللؤلؤة على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، تتقدم بغداد، مرحبا ببغداد، مرحبا بالظاهري، مرحبا ببن حمود، محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري مقدم لنا بغداد على المركز الرابع. المركز الخامس، يا سلام، وصلت الأسماء ووصلت الشعارات في هذه اللحظات، ولكن النيادي، النيادي من يقدم لنا مفنود هنا، حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم لنا انطلاقة مفنود، يدفع لنا بانطلاقة مفنود على المركز الخامس. ولكن الأسماء، الأسماء الواصلة والحاضرة عالية لمحمد بن حمد بن سالم الدرعي مقدم لنا عالية. العودة وين 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 يا الغزيل، وين انطلقت الغزيل مع أول الأسماء، انطلقت الغزيل مع أول المراكز، تتقدم في هذه اللحظات وتستعرض جمالها في هذا المنظر الجميل، في جمال لا يضاهيه أي جمال، في جمال كبير، في كمال، والكمال لله. انطلقت مع هذا الشعار، انطلقت مع محمد بن ناصر بن سيف النعيمي، من يقدم لنا الغزيل. الله 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 يا هذا الإبداع. المحرمي على المركز الثاني، من يقدم لنا سهرة؟
من يقدم لنا سهرة في هذه الانطلاقة؟ يتقدم محمد بن عبد الله بن 70 المحرمي، المركز الثالث بغداد الواصلة بشعار بن حمود الظاهري، والمركز الرابع القادمة في هذه اللحظات الواصلة المنطلقة في هذه الأثناء خلابة لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، وكذلك القدوم والوصول من الأسماء. ولكن وين يا الغزيل؟ وين يا النعيمي؟ وين انطلقت الغزيل مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار النهائية؟ الله 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 الله، يا هذا الإبداع، يا هذا الحضور، يا هذا التألق. انطلقت الغزيل مع المركز الأول. غزيل 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 غزيل، وانطلقت وغادرت مع اللحظات الأخيرة. ولكن الأسماء واصلة، الأسماء حاضرة، وصلت بغداد، وكذلك سهرة، وكذلك شعار بمرخان. من يتقدم ويقدم لنا التماس؟ الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية. هل سيسعفك الحظ يا الغزيل أم لبقية المشاركات راي آخر مع اللحظات الأخيرة؟ الأمتار النهائية، 200 متر أخيرة، 200 متر نهائية. الغزيل الغزيل الغزيل، سلام 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 يا الغزيل، سلام 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 يا محمد، يا بن ناصر، يا بن سيف، يا النعيمي على هذا الفوز. المركز الثاني، وصلت بغداد لمحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. المركز الثالث، سهرة لمحمد بن علي بن عبد الله بن 70 المحرم. المركز الرابع كان الحضور مع التماس محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. المركز الخامس، أمجاد لسالم بن حمد بن محمد العامري. إذن تهانينا وألف مبروك لمالكي الغزيل، هذه البطلة من قامت راس وانهت هذا الشوط راس. تهانينا لمحمد بن ناصر بن سيف الماجد النعيمي على هذا الفوز والانتصار الكبير. 12 دقيقة 25 ثانية 71 جزءا من الثواني. سلام يا الغزيل، سلام. المركز الثاني بغداد لمحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. 12 دقيقة 27 ثانية 81 جزءا من الثواني، بينما جاءت في المركز الثالث سهرة لمحمد بن عبد الله بن محمد بن 70 المحرمي. 12 دقيقة 29 ثانية و37 جزءا من الثواني. تهانينا.